كشافة جديدة. أنا قبل يوم كنا يهار الصبح نبدع على صوت البلابين، بلابين الصيح والديج صيح، هذا الديج ما يخلينا من غفلة الله يقعدنا، ايو صيح نقعد من عند النوبة. ابو الصمون هذا ياخذ الديرة كلها يفتر بيها ويصيح صمون. انا ابويا الله يرحمه رحمه الله على روحه يقعد يروح يبنى صمونات ومنها تينا وياهي تينا والقمر، فصايح قمر داخل قمر الحلو، والمره الكبيره بعد احلى منه حلوه هي بعد قمر. احنا تريقنا خلصنا من عندنا وطلعنا للشارع الصبح، وي طلعتنا ونسمع لك صوت الموسيقى يدق شوف عبود شو نرقص، واحنا هم التكاتشين رحنا نتراقب قبل على صوت الموسيقى، او نلقى بيت يريد عندهم وبيهم ناجح من المدرسه جايبين له موسيقى دي، ردينا من عندهم انه رحنا وين؟ رحنا صوب صفحه المشاتين وذيك البلابل التغر وذيك الاصوات الحلوه أو ذاك الصوت السنيح. جيت ردينا النوم على صفحة البواخر في البواخر الكبرى والصيف حاشينهم يبغى الميناء تنزل، واحنا كنا هي هال نتراكب على الصوت مال صوت الباخرة وصوت المراكب. ايه مو هسه يفتر على هذا 6,000 و7,000 عم صوت حلو، بس فيهم شوية مزعج يزعج الوادي ناس لكن مريض، اكو واحد طفل تو صاير ما يصير هيك جايبة، لازم شوية يحللون من الصوت هذا ينصون لين صوت مزعج في هذا الصوت مزعج عفوا. وباشر ان شاء الله راح اسولف لكم سالفة جديدة غيرها. كانوا النباشر يسولف غير هاي السالفة.